أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلويات المرجان. اليوم جيتكم بوصفة كريات العروس. روحوا تشوفوا معايا الوصفة وطريقة التحضير. هنا واش نحتاجو؟ هنا عندنا عجينة اللوز، بصح عجينة اللوز مختلفة. نحتاجو كمية من اللوز، نحتاجو 250 غرام فوندون، مغرف صغيرة زبدة، وعندنا باتاغوم نوات كوكو. نبداو على بركة الله. نتوما تحبوا ضعفوا المقادير ضعفوا. نبداو بالفوندون ديالنا. هذه عجينة مختلفة وصدقوني هايلة، أنا شخصيا نعتمد عليها في وصفاتي. عندنا المغرف تاع الزبدة، وعندنا كمية من باتاغوم نوات كوكو. أنا حندير هنا حوالي مغرفة صغيرة. نخلط هاد المكونات مليح، ومن بعد نلمها العجينة تاعنا، نلمها باللوز. نحل هذاك الفوندون مليح بالزبدة، واللي ما تحبش الاغوم نوات كوكو تقدر تبدل الذوق. هذه الوصفة راهي تدور في الورشات، بزاف مليحه. فوالا هاك راني ذوبت كامل. دونك نشد اللوز تاعنا ونقعد نعجن حتى تولي لي عجينه. هذه وصفه سهله. هذيك الزبده راح تطري لنا العجينه تاعنا، وكما تعرفوا الفوندون تانيك يخلي لنا الحلوه تاعنا تشد مده اطول، والحلوه تاعنا تجينا طريه ما حاش تنشف لنا. هنا كما تشوفوا هكا، نعاود نلمها ونشوف الى راهي مخصوصه ولا لا. هنا نزيد لها غير واحد شويه. هنا العجينه تاعنا راهي واجده، نلمها ونحطها في الكيس، نغلفها كيس بلاستيكي ونخلوها تريح شويه ما بين نوجدوا الحشوه الثانيه. دايما العجينه تاع اللوز تاعنا نغطوها باش ما يضربها لنا الريح.
انا هنا واش ندير، نوجدوا حشو ثاني اللي راح يجينا في القلب الحبه ديالنا. هنا واش نحتاج؟ هنا عندي حليب مركز محلى، وعندنا نواة كوكو. فوالا نخلطهم حتى تولي لي عجينه. فوالا الحشو تاعي راه واجد. دوك انا ندير الدوائر ونحطهم في التلاجة يتجمدوا لنا باش تجينا العملية سهلة. نشد الميزان، فوالا نشد الحبة تاعي، نوزنها 15 غرام. تقدروا ديروا لها حشو بالداخل، تقدروا حبة بندق كما حبيتو. انا نكمل الحبات تاوعي، دوك ندخلهم للثلاجة يتجمدوا. نشد الحبات تاوعي ندخلهم للثلاجة. لازم الحبات تاوعنا يتجمدوا. دوكا نروحوا للمرحلة الثانية اللي هي الشوكولا. انا هنايا نستعمل شوكولاته المرجان بيضاء. هذه مهمه نزينوا بها الحبات تاعنا. انا هذه كميه لاباس بها.
نذوبوا الشوكولا تاعنا مليح. هاي الشوكولا تاعنا ذابت، نوجدوا حنايا بلون طرافاي تاعنا. فوالا نستعين دائما بليفوف. راهي سخونه شويه، خلوها تبرد شويه لو طون لي نوجدوا المول تاعنا. هنا واش عندي؟ عندي هذا المول تاع الدوائر، نتوما الا كان عندكم سامبل ديروا سامبل ما يهمش. نعمر الحبات ديالي هكا وهي سخونة. توجور نخبطو المول تاعنا مليح. هنا واش عندي؟ عندي هذا حجر الجيود، راه يتباع في المحلات. انا ندردر هكا، راه يتباع بكل الوان، اللون اللي حبيتوه تقدروا ديروه. فوالا، وعندي هاد الورد، هاد الورد كيما راكو تشوفو، أنا نقطع غير الوردات ونزيد نحطهم هاك. أنا نكمل الحبات تاوعي، نروحو فاصل ونواصل. هنا العجينه تاعنا راني وجدتها، وزنتها 45 غرام. فوالا نحلها هكا، وعندنا الحبات اللي خدمناهم كيف كيف. نعاود نغلق الحبات تاعي، نخرج كامل الهواء، لازم الهواء تخرجوه. فوالا وتدوروا هكا مليح حتى تولينا لاباط ليس. نزيدو الحبة الثانية. فوالا توجور نخرجو الهواء. فوالا هكا رانا دبرناها ولات لنا ليس. هنا واش عندي؟ عندي هذا السكر ملون، راه موجود في المحلات. وعندنا هنايا سكر ديامون. انا واش ندير؟ ندير شويه هكا في يدي تاع سكر ديامون، وندور الحبه تاعي كيما راكو تشوفوا هكا، ونغطسها في السكر. فوالا كيما راكو تشوفوا مليح، نغطسها كامل مليح. ومن بعد نشد الحبه تاعي هنايا ونعاود نوقفها هاك، نوقفها باش يعطينا شكل شباب. ونحطها بجهه، نكمل الحبات الاخرى. فوالا مستعين دائما بالسكر ديامون. فوالا ونغطس الحبه ديالي
هذا السكر راه موجود في كل الوان. فوالا فوالا نحطها هنا ونعاود نسقم الحبه ديالي. نغسل يديا طريقه جديده هذا ال تقدروا تقولوا كيما الفاكهه برك طريقه مختلفه. هنايا الشوكولا اللي كنت درتها معاكم مقبله جمدت لي هاي لي كيفاش خرجت. انا دوك واش ندير؟ نشد الشوكولا اللي قعدت لنا مقبله ندير غير هكا شويه هنايا باش تلصق لي الحبه ديالي. فوالا دونك التزيين نتوما كيما حبيتو، تحبوا ديروا ورده تحبوا ديروا كيما حبيتو. كمل الحبات دياولي ونتلاقاو في طاوله التقديم. اعزائي المشاهدين راني وليت لكم كما راكم تشوفوا الحلوه ديالنا كريه العروس، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. ما عليا غير نقول لكم جربوها ونتلاقاو في وصفات اخرى مع حلويه المرجان.